ليش ما جيت بعد غرب عازمين على الغدا راجو حتى هذا بيض بشوش هذا بعد اسوي هذا بيض بشوش هذا بيض البيت شوفي هذا بعد الجبن مالي الهوش طلع لي وين الجبن وحطيتيه علبه وينها وين رجعناها ونحطيناها جيبي جيبي شو راح ضمتي شو عصبيه على الحجي لا اصور لا اصور الحقيقه هذا شنو هذا جبن هوش هذا تسويه انا اسوي هذا جبن هوش زين احنا بغداد دي دي واسوي جدي هم تشسي تعشبين احنا اهل بغداد هم نسوي هذا الجبن نسوي انتم بسنه شبيه احنا بالربع ساعه هذا يسوي سهر ابو خصي شنو هاي تعشبني شبيه تمام ونمرب مال فاكهه عم تسوي هذا عاد مربى الفاكهه بعد هذا بن مربى فاكهه البنانه ماكو فاكهه تنذب حرام والله عمي نادره هي ما يصير ما شنو بيه المربى هاي المربى شنو يعجبك من فاكهه موجوده يعني هاي آلو الأسود ها آلو آلو إيه تفاح مشمش كشمش شنو يعجبك صديقي حسن بالجدري والله عمي نادرة بالجدري بعد لا والله باب الثلاجة خبز البيوت طيب خبز البيوت من يخبز لك حجية خبز البيوت إيه كل مثل شو حلو النظيفة شو طرشة ما بدها طرشة بصراحة مطلع على الغدا هاي دير بالش دير بالش على كيف ايه تعي خلي ست انسجام ومعالي معالي يمه حلوة ما بيها لوري حبيبتي بس الخزر بالعين صاير لها سوية الله شاعرة يلا شنو عجبش منطرشي بمبر تحبين بمبر شنو البمبر؟ هما ما يعرفون اهل بغداد شنو البمبر، جولي خطار هواي من بغداد يقولون البمبر ما نعرفه. هسه راح تطلع عليك. البمبر شنو؟ ثوم جبل. ثوم ثوم خيار لا ثوم جبل يسمونه اكو هسه تطلع لك اياه وصوره لك. خيار خبر حجين يعني نسوي الطرشي كوكتيل كل الاشياء هاي اي اكو بمبر هسه طلع لك اياه. بيسي يعني شنو بيسي؟ بيسي يعني دخلي خاشفتك ليه جوا نسميها بيس. بعد ليه جوا بعد حديد ليه جوا صاير طلع الخيار طلع هاي تسوي كل حاجه والله العظيم والله عمي نادره قسمت القيح ومعدل الخب ومعدل يا بعد عمري الله يحفظك نورتينا يجيبوه خلينا ليش ما بتطول خليه خليه اخذيها تستاهليها تستاهليها انا وياك اكو غيرها اكو اكو لا لا هذا تعبك شلون يا بعد عمري يا بعد قلبي سمش الا ما شاء ماكو سمك انا مالح اليوم طبعا احنا اعذرونا ما سوينا سمك لان قلنا خطيه وراهم تجوال ونخاف عليكم تدوخون فسوينا الشبزي ومطبق الدجاج وان شاء الله يعجبكم ويا هذا الطرشي اي طبعا هذا هو الشبزي موجود هنا هسه فتحي وين الشبزي هذا الشبزي شوفي ست يا اللحم مالتي ما يهنالي الا اطبخ ايدي خطيه خلتي يعني خدام لما ما مدت مسكينه خدامه تشرب من ورا تعبها تعبها ام عباس تعبانه خطيه والله اي والله تعبت تعبت انا وياك ليش سويت ما هو كان ترى بعد عفوا عليك معدله الى ما على الغداء الى ما يعسل الطماطه اما تعرفي شلون يعني الطماطه تعسل طبعا ايه الطماطه هيك تصير ما تعسل الجدريه ما اطبخ ما نصب مره الطماطه اكثر من المعجون طبعا طعم المرقه بالطماطه المعجون انا ما اختلط بيه هواي خطيه خطيه ما تسوي انا جاهز المعجون معاديته انا طبيعي والله خطيه ما يعني شنو الطماطه تهم على كل شيء اي والله شوفي شلون الطماطه اي عاد شوفي هذا انت بعد انا بعد هذا المطبخ يا جماعه هلا بنت عين غطا وعين فراش على قولة يا حمي شوفي الحلاوه الله اي والله مو زين حسوا حسوا ما تعرفي لا ولا شنو حسوا واحده من الجيل مسوي لي لا والله خلنا نسوي جدام شنو يا حلاوه انا ما ضعت تشوفي خلي خلي نتغدى وسوي لنا حلو جدام ايش اسوي صار صار ان شاء الله حسوا يلا خلينا نتغدى الان ان شاء الله